نرحب عبر الهاتف بالأستاذ حمود الحربي، مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل. أستاذ حمود، مساك الله بالخير. يا مساء النور، يا أهلا وسهلا، مرحبا فيك وضيوفك الكرام. الله يحييك أستاذ حمود. في البداية، كيف استعداداتكم يعني احتساب ضريبة القيمة المضافة، والعد التنازلي بدأ يعني خلاص، يعني احنا على أبواب 2018؟ طبعا نشكر كل هذه الاستضافه. الله يحييك استاذي الكريم. بالنسبه للهيئه، على اتم استعداد التطبيق ان شاء الله في 1 يناير، تماشيا مع قرار مع المرسوم الملكي. واحنا طبعا في الهيئه جهزنا كامل طاقاتنا لهذه الضريبه. طبعا كما تعلم انتهى فتره التسجيل في 20 ديسمبر، وهناك العديد من الشركات التي سجلت، نشكر لها حقيقه قيامها في التسجيل. وهناك بعض الشركات ما زالت تقوم بعملية التسجيل، لأن التسجيل لم ينتهي، لكن الآن بدأت الفترة هذه فرض غرامات. وعلى مستوى التنظيم، الهيئة لديها الآن موظفين وجاهزين للتطبيق بمشيئة الله في بداية السنة بمشيئة الله. أستاذ حمود، يعني ليت تعطينا يعني أيضا إطلالة على الشركات المطلوب منها التسجيل أو طلب منها وتم تسجيلها، والشركات التي لا تدخل للقيمة المضافة. أولا لكي نعلم الشركات وفرق بين الشركات الخاضعة وغير الخاضعة، تماشا مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وضع هناك حد تسجيل لمن يتجاوزها. حد التسجيل يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة. كان حد التسجيل في الاتفاقية 375,000 إيرادات سنوية ل 12 شهر سابقة أو التالية، يجب عليه التسجيل. صدرت اللائحة التنفيذية وأعطت مهلة للأشخاص الذين إيراداتهم تقل عن 1 بليون ريال سنوي، أوجبت التسجيل على القطاع والمنشآت اللي تتجاوز 1 مليون. وهذا الالتزام انتهى طبعا في 20 ديسمبر 2017. الآن من يسجل بعد هذا التاريخ ومتجاوز حد التسجيل 1 مليون ريال فأكثر، على غرامات وعلى التزامات أخرى، لا يعني فقط غرامة عدم تسجيل، لكن اللائحة والنظام للمسجلين هناك التزامات عديدة، بدايتها طبعا أول بوابة وهي التسجيل، ومن ثم تقديم القرارات الضريبية الشهرية أو الربع سنوية كما نصت عليها اللائحة. وهذه الإقرارات من لا يلتزم في تقديمها بمواعيد محددة ستفرض عليه غرامات، وكذلك التسديد بموجب هذه الإقرارات، من لا يسدد ستفرض إذن عليه غرامة. بالتالي التزامات على الموردين او الخاضعين ليست فقط التسجيل، هناك التزامات عديده ذكرت جزء منها. استاذ حمود، الغرامات كم؟ الغرامات بالنسبه نص النظام على 10,000 لمن لا يسجل خلال المدد التي حددتها اللائحه، وهي 20 ديسمبر 2017 لمن ايراداته اكثر من 1 مليون. وغرامات التاخر في تقديم الاقرار في الفترات المحدده في اللائحه من 5 إلى 25 ألف ريال، وغرامة لمن يصدر فاتورة ضريبية وهو غير مسجل 100,000. وهذه الغرامات لا تمنع فرض غرامات في أنظمة أخرى. يعني كيف في أنظمة التجارة أو وزارة العمل، لو هناك غرامات مثلا إصدار فاتورة، ولدى وزارة التجارة غرامات أخرى، فغرامة الهيئة التي تصدرها على إصدار فاتورة، التي تفرض على إصدار فاتورة ضريبية بغير وجه حق بما لا يتوافق مع النظام، لا يمنع أن تقوم وزارة التجارة بفرض غرامة كذلك. يعني تعاقب الشركة مرتين، ينفع تعاقب الشركة لأنها خالفت نظامين وليس مرتين. طيب، على فرضية أنها خالفت، لكن نعود ونذكر ونشدد على أن ثقتنا بالقطاع والشركات كبيرة جدا على التزامها ومتطلبات الضريبة والمتطلبات الأخرى في أنظمة الدولة. طيب، في ايضا غرامه 100,000، هذه لاي مخالف؟ هذه كما ذكرت عزيزي، من يصدر فاتوره ضريبيه وهو غير مسجل. من اصدر فاتوره ضريبيه وهو غير مسجل فقد خالف النظام وتستحق عليه غرامه 100,000. طيب، الشهادات اللي تعلق هذه تصرف من طريقكم ولا لازم الشركه او المحل هو اللي ياخذها؟ جميل جدا، جميل. عندما يسجل تسجل الشركة أو المنشأة في ضريبة القيمة المضافة، فإنه يصدر لها شهادة تسمى شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحمل رقم ضريبي 13 رقم تقريبا،
فتختلف من شركة إلى شركة. هذه الرقم هو من هذا الرقم هي اللي تتعامل مع الهيئة أمام المكلف، بالتالي تتعامل مع الرقم يجب أن يكون في الشهادة ويجب أن يعكس كذلك في الفاتورة الضريبية إذا كان مسجل. بمعنى أنه الشركات أو المحلات اللي عليها قيمة مضافة تدفعها المسجلة، نعم المسجلة، هذه لابد إلزاما أن تعلق الشهادة. حقيقة أكون معك صادق، النظام لم يلزم، لكن كإجراء للشركة ولتحفظ حقها ولكي تبين للمجتمع أنها ملتزمة بطلبات النظام يفترض منها أو يطلب منها أن تضع في مكان بارد، لكن النظام واللائحة لم تنص أنها توضع في مكان بارد. طب هذه يا أخوي حمود، هذا شغل هيئة الزكاة والدخل بما أنها هي المنظم للشغلة وهي اللي تجبي هذه الضريبة، بمعنى أنه المواطن كيف يعرف أنه أو المقيم حتى العميل الزبون كيف يقدر يعرف أنه هذه الشركة وخاصة أو المحل أنه تبع قيمة مضافة إلا إذا كانت شهادة موجودة؟ سؤالك جميل. الهيئة لم تترك هذا الأمر، الهيئة على موقعها في هيتي بتقصد الشيء، وأحد المواقع التي أصدرتها إنشاءت الهيئة مؤخرا ويوجد فيها العديد من الأدوات والإرشادية وبعض الفيديوهات التي توضح كيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة. هناك أيضًا خاصة بالتأكد من تسجيل هذا الشخص، بمعنى عندما يرسل فاتورة وضع فيها رقم ضريبي أنا أستطيع أتأكد هل هذا الرقم ضريبي صح أو خطأ. ثانيًا الهيئة الآن على بصدد إطلاق تطبيق بمشيئة الله خلال الفترة القريبة، التطبيق هذا يحمل العديد من الوظائف المهمة والعملية، من هذه الوظائف عندما يصدر أي منشأة أو بقالة أو أي موزع أو أي شخص يصدر فاتورة فيها رقم ضريبي يستطيع هذا الشخص إدخال رقم الضريبي ويكون هذا الرقم يعمل فاليديت مع الذات التي موجودة في الهيئة. فإذا كان الشخص غير مسجل تفتح له خانة للشخص للمستهلك، هل تريد الإبلاغ؟ يستطيع الإبلاغ مع وضع اللوكيشن. معناته وظائف أخرى في هذا التطبيق منها كيفية حساب الضريبة وهل الضريبة اللي احتسبت صحيحة، وهذا التطبيق إن شاء الله سوف يصدر قريبا من الشركة. معناتها أنه أنتم تعتمدون على بلاغات المواطنين في معرفة المخالفين؟ إحنا لا، المواطن جزء من الوطن وله طبعا، وهو ونعتمد على الوعي المستهلك بشكل كبير جدا، وهو أول رجل يستطيع أن يرى هل النظام مطبق أو لا. لكن الهيئة كذلك لديها فرص تفتيش وظفت العديد من الموظفين لهذه الأعمال، فسوف يكون لدى الهيئة فرص تفتيش في بعد تطبيق النظام للتأكد من الالتزام، يعني ليس العبء على المواطن فقط، فإحنا برضو نتحمل عبء، ولابد أن نتأكد من أن القطاع الخاص والمؤسسات والشركات تلتزم بمتطلبات النظام. جميل. متى يكون الإقرار الضريبي جاهز؟ القرار الضريبي إن شاء الله يكون جاهز في بداية السنة إن شاء الله. اللائحة نصت على فترتين ضريبية، هذه كمان نصت عليها اللائحة. الشركات التي تزيد إيراداتها عن 1,000,000 ريال سنوي على أن يقدم فترة ضريبية شهرية بمعنى شهر ويسدد خلال الشهر الثاني لهذا الشهر. أما الشركات والمؤسسات التي تقل إيراداتها عن 40,000,000 فلديها فترة ضريبية 3 أشهر ربع سنوية ويقدم ويسدد الضريبة خلال الشهر الثاني لنهاية فترة الضريبية، بمعنى أنه سيكون أول تقديم الإقرارات في شهر فبراير للشركات التي تزيد إيراداتها عن 40,000,000. أستاذ حمود شكرا. ونحن نعمل على الإقرار حاليا وسوف إن شاء الله يكون متوفر على موقع الهيئة قريبا بإذن الله. أستاذ حمود شكرا جزيلا لك.